يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة غاية في الأهمية، فيها كواليس كتير وحقائق ومعلومات هامة جدا، مهم جدا إن جمهور النادي الأهلي يطلع عليها ويعرفها بتفاصيل، وده دورنا دائما وأبدا زي ما حضراتكم متعودين من خلال برنامجنا. كمان عايزين نبارك لكل جمهور الأهلي بعد الفوز بالأمس على فريق أسوان بنتيجة 3-0، فوز معنوي هام جدا في إطار مشوار الفريق في بطولة الدوري العام، وقبل مباراة غاية في الأهمية أمام نادي الزمالك يوم السبت القادم في برضو بطولة الدوري، وهتبقى مباراة قوية بكل تأكيد، وعندنا تفاصيل وكواليس كتير جدا هنتكلم فيها فيما قبل هذه المباراة تحديدا. لكن النهاردة أكيد في سؤال للحلقة كما هو المعتاد، وسؤالنا النهاردة اللي حضراتكم هتتواصلوا معنا من خلاله على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك وإنستجرام. السؤال بيقول: هل تتوقع حدوث تغييرات في تشكيل النادي الأهلي في مباراة الزمالك؟ هنشوف تفاعلاتكم هتكون إيه وتوقعاتكم هتكون إيه مع نهاية حلقة اليوم. في البداية نشوف أهم العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي: إصابة محمود متولي بقطع جزء في الرباط الصليبي. في الترند المحلي: ثلاث مباريات في الدوري اليوم. وأخيرا في الترند العالمي: مواجهة بين باريس سان جيرمان ولايبزيغ في نصف نهائي أوروبا. طيب، فقرة الترند اللي دايما حضراتكم بتستنوها وبتبقوا عايزين تعرفوا الجديد من خلالها، واحنا بنحاول بقدر المستطاع في الحقيقة ان احنا نقول لحضراتكم اي معلومة جديدة او اي حقائق او حكايات بتكون مهمة لازم تكونوا انتوا عارفينها، لان ده طبعا حقكم على قناة الاهلي، او ده الطبيعي ان احنا لازم نقدمه لحضراتكم عشان يليق بيكم دايما. عايز ابتدي بحكاية، عندي معلومات بس انا عايز ابتدي بالحكاية الاول. واحنا على مدار الحلقتين اللي فاتوا من الترند امبارح واول كنا بنتكلم بخصوص بعض اللاعبين اللي بيكون ليهم اراء مختلفة او بيكون ليهم قرارات مثلا من وجهة نظرنا احنا بنشوفها سلبية، واتكلمنا وردينا في حقائق معينة لازم ان احنا نقولها ولازم ان احنا نعرفها للناس يعني. فبالتالي اتكلمنا على شريف إكرامي الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبليها، بعد ما هو طبعا اتكلم في الحساب الرسمي ليه على تويتر في بعض التويتات اللي قالها بخصوص علاقته بالنادي الأهلي، وطبعا حضراتكم عرفتوا تعقيب النادي الأهلي وقرار النادي الأهلي باستبعاد شريف إكرامي من قائمة الفريق فيما تبقى من هذا الموسم، وكده كده عقده كان انتهى. فبالتالي أنا النهاردة عايز أتكلم بقى على الشق الإيجابي، لأن بصراحة في ناس لازم تاخد حقها، والكلام ده هيكون من خلال معلومات مؤكدة، وممكن الناس اللي أنا هجيب اسمهم وهتكلم عنهم دلوقتي ممكن يتفاجئوا بالكلام اللي أنا بقوله، وإن المعلومات دي ممكن تكون عندنا، وإحنا دايما بيكون عندنا المعلومات دي في توقيت حدوثها لكن لازم نطلعها في الوقت المناسب. فمن وجهة نظري المتواضعة جدا إن ده الوقت المناسب اللي لازم نقول فيه لجمهور النادي الأهلي إن الدنيا مش سودة، الدنيا مش سودة، لأن البعض بيتكلم على إن بعض أبناء الأهلي أنهوا علاقتهم بالنادي بطريقة غير يعني مناسبة، فبالتالي ده مؤشر إن مفيش حاجة اسمها انتماء دلوقتي، ويا جماعة انسوا المقولة اللي بتتقال إن مفيش لعيب في الأهلي بيمضي على بياض وكلام من ده. لا يا جماعة، فيه، وأنا هقول لحضراتكم بحقائق مهمة، وفي لعيبة منتمية جدا للنادي الأهلي، في لعيبة بتحب قوي النادي الأهلي، في لعيبه موجودين في قائمه الفريق حاليا ضحوا بحاجات كتير جدا عشان النادي الاهلي، سواء لعيبه من ابناء النادي او لاعبين جدد انضموا للنادي، ولما انضموا عشان اسم الاهلي وعشان جمهور النادي الاهلي، فالدنيا مش سودة. وبالمناسبه برضو قبل ما ابتدي في الحكايه دي انا عايز اقول حاجه مهمه، ان دايما راينا او يعني الطرح اللي بنطرحه على حضراتكم مش اجباري ان احنا راينا لازم يكون صح او ان انتوا تقتنعوا براينا، لا، احنا دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نعرض الحقائق، وحضرتك كمشاهد دورك انك تقيم وتختار انهي الاصح، وجهه النظر دي ولا وجهه النظر دي، لكن احنا دورنا ان احنا دايما نقول لكم ايه الحقائق تحديدا. فبالتالي الانتماء لسه موجود، ممكن يكون بنسبة ما لكن موجود، في لعيبة بتضحي بحاجات كتير جدا عشان النادي الأهلي، وأنا عايز أقول لحضراتكم بالتحديد. من فترة كده من حوالي
شهر شهر ونص تقريبا ان لم تكن تخن الذاكره، النادي الاهلي اعلن على تجديد تعاقد سعد سمير احد ابناء النادي الاهلي المخلصين جدا جدا، ومحمد الشناوي احد ابناء النادي الاهلي المخلصين جدا جدا. لكن دايما الكواليس ما بتبقاش معلنه. انا النهارده هقول لحضراتكم عن الكواليس، وتحديدا عايز ابتدي بسعد سمير، لان بصراحه الولد ده او اللاعب المميز ده الدولي الكبير بيحب الاهلي قوي، وضحى بحاجات كتير عشان النادي الاهلي سواء هو او الشناوي، وانا هحكي حاجه حاجه، وانا هبتدي بسعد سمير. وحضراتكم طبعا مش هتكون معلومه جديده اللي انا بقولها لحضراتكم، اللي هي بتتعلق بايه؟ بتتعلق بان مثلا سعد سمير كان يحق ليه الانتقال لاي نادي بعد رفع اسمه من القايمه بعد اصابته في واتر اكيليس، فبالتالي كان هو فري، وكان في زي مثلا نقول ايه خطا اداري غير مقصود حصل نتج عنه ان اللاعب يكون فري. فكان طبيعي جدا ان اللاعب يفكر انا اشوف بقى مصلحتي على غرار ايه اللي بيحصل اليومين دول، وعلى غرار ايه اللي احنا بنشوفه الفتره دي، اشوف مصلحتي النادي اللي هيدفع لي اكتر، مين النادي اللي هيدفع لي اكتر واروح له، تمام. وما كانش حد هيقدر يلومه ولا حد يقول له انت ايه اللي انت بتعمله ده، لان هو لاعب فري، لاعب مش على قوه النادي الاهلي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان احد الاداريين في النادي الاهلي ودى العقد للاعب علشان يمضيه، على ان هو مش فري، على ان هو مش فري، لكن اللاعب كان مدرك تماما وعارف انه يحق ليه التوقيع لاي نادي اخر. الكواليس خلي بالكم اللي انا بقولها لكم دي مش هتسمعوها في حته تانيه خالص يعني. فخد العقود اللاعب روح بيها البيت، عقود فاضيه يعني، العقود ما فيهاش اي مثلا ارقام او اي بنود او اي حاجه، عقود على بياض، عقود فاضيه، خدها وروح بيها البيت. فبعض ممكن كان تخيل ساعتها ايه من المقربين او من الموقف ان كده سعد خلاص يعني، سعد ممكن يمشي او ممكن ان هو مش هيجدد مع النادي الاهلي او هيستغل الفرصه من الاخر يعني. لكن اللي حصل كالتالي، اللاعب خد العقود روح بيها البيت، طلع العقود، اول ما طلع البيت وقع سعد سمير، سعد سمير وقع على كل النسخ عقود على بياض، عشان المقوله اللي طالعه دلوقتي لا انسى بقى احنا في عصر الاحتراف. اه طبعا احنا في عصر الاحتراف، ما حدش يقدر يقول حاجه غير كده، لكن ايضا الاحتراف ساعات بيبقى مصحوب بانتماء عادي. فاللاعب من نفسه من غير ما يتكلم في مبالغ ماديه اطلاقا، وانا بقول لحضراتكم معلومه مؤكده، ممكن سعد دلوقتي لو مثلا بيسمعنا يتفاجئ باللي احنا بنقوله ده، لكن اللاعب مضى العقود على بياض وطلب الاجتماع بالكابتن سيد عبد الحفيظ وامير توفيق، تمام. وهم كمان كانوا حريصين على كده، لان الناس عايزين سعد يكون موجود لانه ابن من ابناء النادي الاهلي، ومتوسمين في خير كبير ان هو يكون كادر مهم داخل النادي الاهلي بعد عمر طويل في الملاعب باذن الله تعالى يعني. فاتفقوا على الميعاد اللي يجتمعوا فيه علشان يتفقوا على العقد الجديد بتاع سعد سمير، المده قد ايه، المبلغ هيكون قد ايه، الامور هتمشي ازاي. راحوا اجتمعوا، ده خلي بالك بعد فترة كبيرة، كان أو يعني خليني أقول تحديدا شهر كان يحق لسعد إن هو يوقع على أي نادي، هو فري دلوقتي، وجاله مكالمات قد كده أنا متأكد، وعروض بمبالغ كبيرة. وراح اللاعب قعد مع الكابتن سيد وقعد مع الكابتن أمير توفيق، أول ما قعدوا سعد طلع العقود من شنطته، اتفضلوا يا جماعة، إيه ده يا سعد؟ دي العقود ممضية، دي العقود منضية، اللي بيشكك في كلامي يا جماعة يرجع يسأل، مفيش أي مشكلة. أنا بس بحاول أجيب لحضراتكم الجزء الإيجابي أو الجانب الإيجابي من الانتماء ومن حب اللاعبين للنادي يعني. فاتفاجئوا، إيه ده العقود منضية؟ طب إحنا ما اتفقناش على حاجة؟ قال لهم يا جماعة أنا عارف أنتوا هتقدروني إزاي. مش هقول لك إن بعديها ما اتكلموش، لا طبيعي إن هم يتكلموا. لكن المبدأ نفسه كان إيه؟ المبدأ نفسه ان انا مضيت العقد على بياض، وان انا حريص في عز ما انا يحق لي ان انا انضم لاي نادي، وفي عز العروض الكتير اللي بتجيلي بمبالغ اكتر من اللي ممكن اخدها في النادي الاهلي، لكن انا كنت حريص على النادي ده، حريص على استمراري عشان جمهور النادي ده وعشان اسم النادي الاهلي لوحده بيضيف، تمام. ده موقف من ضمن المواقف المهم. عشان اقفل حته سعد كمان، من ضمن الحاجات
المعلومات المهمه ان سعد سمير بعد كاس العالم من اللعيبه اللي جالها عروض رسميه للانتقال لاحد الفرق في الدوري المصري هو ومحمد الشناوي. من الاخر يعني بيراميدز عشان ما نقعدش نجمع بيراميدز. انتوا عارفين ان بيراميدز كان عرض على الشناوي عرض كبير بعد كاس العالم وتالقه في كاس العالم في الحقيقه، وقال الكلمه بتاعت النادي الاهلي، النادي الاهلي تمسك. لكن ما كانش معلن قوي للبعض ان العقد ده او الفاكس اللي اتبعت كان برضو فيه اسم سعد سمير، ان هم عايزين سعد سمير يبقى موجود. كان ساعتها اللاعب مخير او عفوا ساعتها اللاعب غير مخير، يعني انت كنت مرتبط بعقد مع النادي الاهلي لسه ممتد فيه سنه ونص او اكتر، كان فيه اكتر كمان من سنه ونص او سنتين، فانت خلاص قررت على النادي الاهلي. لكن جاله العقد مرتين من بيراميدز ومع ذلك ساب قرار النادي الاهلي. لكن الحاجه اللي تحسب له ان هو لما كان مخير انه يمشي فري مفيش اي مشكله، لا اختار ان هو يجدد مع النادي الاهلي ويمضي عقد جديد على بيض. دي جزئيه من الجزئيات المهمه جدا. وخليني اقول لحضراتكم، مش هخفي على حضراتكم سر بقى مهم قوي، ان الكابتن محمود الخطيب بنفسه يعني بالنسبه له سعد ده حاجه مهمه ككادر في النادي الاهلي، لانه عارف شخصيه اللاعب بشكل كويس جدا وعارف عقليه اللاعب، لان العقليه يا جماعه هي اللي بتفرق. نفس الحال بالنسبه لمستر ريني فايلر في الجانب الفني كمان. بالنسبه له سعد من اللاعبين اصحاب الركائز الاساسيه في التشكيل يعني. فاحنا في العموم نتمنى له الشفاء العاجل ويرجع. دي بعض الكواليس بالنسبه لسعد سمير وبعض التضحيات المهمه اللي ضحى بيها لاعب من ابناء النادي الاهلي في اطار حكايتي لحضراتكم على الشق الايجابي والجانب الايجابي ليه بعض اللاعبين بعد المواقف الاخيره الغير ايجابيه في الحقيقه اللي احنا كنا بنتابعها على مدار الاسبوع اللي فات. لكن خلينا نروح بقى للشناوي وحربه ما بين الاثنين في الاخر، سعد والشناوي. وانا لما بتكلم عنهم لان الناس دي يا جماعه لازم تاخد حقها، زي ما بنقول في ناس اتصرفت تصرفات سلبيه من وجهه نظرنا ولهم كل التقدير والاحترام. رمضان ليه الحق انه يمشي براحته، ما عندوش عقد مع الاهلي. شريف اكرامي براحته وليه وجهه نظر وليه تحترم وكل حاجه، وما نقدرش يعني ان احنا نتجاوز في اي حد لان ده مش اسلوبنا طبعا، لكن احنا بنعرض الحقيقه زي ما قلت لحضرتك. لكن هروح بقى للشناوي. الشناوي بعد كاس العالم جاله عرض بعقد كبير جدا جدا من بيراميدز اضعاف اللي بياخده في النادي الاهلي، واللاعب رفض او مش رفض، اللاعب قال القرار بتاع النادي الاهلي، انا عن نفسي كلاعب عايز ابقى موجود في النادي، انا عن نفسي كلاعب حابب ان انا ابقى موجود في النادي لان ده بيتي. في اغراءات فيه، بس النادي ده هيقدرني كده كده، ممكن يبقى فيه فرق في المبالغ بس ده النادي بتاعي، ده البيت اللي اتربيت فيه. فقال لك ايه ساعتها؟ قال لك لا انا القرار بتاع النادي الاهلي، الاهلي عايزني انا موجود، الاهلي مش عايزني خلاص انا بقى اشوف انا هعمل ايه. هل ده العرض الوحيد اللي جه للشناوي؟ لا، الشناوي جاله عروض كتير جدا، عشان ابقى صريح مع حضراتكم، بعضها رسمي وبعضها عن طريق وكلاء. والوكلاء لما هتيجي تتكلم مع حارس بحجم وامكانيات محمد الشناوي هيبقوا في ايديهم عرض مؤكد، تمام؟ فالعروض كان ممكن هو يعمل ايه مثلا، زي بعض اللاعبين اللي حضراتكم عارفينهم اللي عملوه مثلا ضغطوا على النادي الاهلي، مثلا ممكن تمرد بشكل او باخر كلام من ده عشان اضغط على النادي وافق بقى يعني. انا عايز امشي، انا عايز اروح، ما اسيبش او ما يبقاش في اتفاق ما بيني وما بين النادي او حاجه يعني في الاطار ده. لكن في كل الاحوال لما جاله العروض تمام، الراجل ما حاولش، ما ضغطش خالص، واخرهم عرض كان من قريب جدا، وعرض باضعاف اللي بياخده محمد الشناوي. حابب يبقى موجود، منتمي للنادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي، فقال انا اي عروض. بالعكس كمان ده هو جدد عقده مع النادي، مش بس قال انا سايب الموضوع للاهلي، لا طب انا ممكن بقى كلاعب دلوقتي انا بيجي لي عروض وانا في اعلى مستوياتي الفنيه وانا جامد قوي قوي قوي، فاول ما يجي لي عقد خلاص النادي مش عايز يمشيني، طب لا انا هستنى لما العقد بتاعي يخلص وامشي بقى، انا حر بقى امشي فري. لكن لا بالعكس ده هو جدد للنادي الاهلي. فبالتالي النادي الاهلي كافئهم ببيان، وفي الحقيقه هم مش مستنيين مكافاه، لكن اللي حضراتكم شايفينه على الصوره ده هو بيان النادي الاهلي بعد تجديد تعاقد سعد سمير ومحمد الشناوي ابناء النادي الاهلي دون مماطله. برضه عشان ابقى صريح مع حضراتكم، حقق اي لعيب ان هو يتكلم، طب لا معلش خليها لي كده شويه، طب ننزل شويه نطلع شويه، ده طبيعي في التفاوض، هو موجود مفيش مشكله. لكن المبدأ نفسه كتقدير للنادي
وكأن النادي كمان بيقدر اللاعبين دول، فعندهم حسن النية الاستمرار مع النادي الأهلي رغم العروض والمواقف السانحة بالنسبة لهم إن هم يمشوا سواء سعد أو الشناوي، لكن النادي كافئهم ببيان واتكلم عن تجديد تعاقد الشناوي 5 سنوات وسعد سمير 3 سنوات. يعني مثلا سعد عنده 31 سنة، ان انت تجدد له 3 سنين يبقى انت الراجل ده انت متمسك بيه، لو يعني ان شاء الله باذن الله يقعد اكتر من 34 سنه 35 يبقى موجود باذن الله تعالى ولاعب بقدرات جيده وبشخصيه ممتازه، يبقى واضح ان النادي متمسك بالجانب ده يعني. فبالتالي اللاعب موجود والشناوي كمان موجود وكافئهم النادي ببيان مميز، واتكلم فيه في بعض الامور. قال لك سعد سمير والشناوي لم يستغرقوا وقت وكانت هناك استجابة سريعة وتقدير منهم للنادي لرغبة النادي في استمرارهم. سعد ضرب المثل والقدوة في الإخلاص للنادي أنه لم يكن مقيدا في قائمة الفريق، ده البيان الرسمي بتاع النادي الأهلي لظروف الإصابة اللي لحقت به، ولكن كان موقفه إيجابي للغاية ولم يلوح بأي شيء سلبي رغم أحقيته ومحدش يقدر يلومه. نفس الحال بالنسبة للشناوي، إن ما كانش فيه شروط ولا حاجة، كان فيه بعض الطلبات الطبيعية جدا، والنادي الاهلي بيقدر الحاجات دي وبيقدر ابنائه بشكل كويس، علشان كده المظهر خرج بالصوره اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه، الصوره اللي احنا تعودنا عليها داخل النادي الاهلي. في البعض بياخد طريق ممكن يكون بالنسبه للجمهور ده اللي ليه حق على اللعيبه دي مش مناسب، والبعض بياخد الطريق الايجابي عشان خاطر الجمهور وعشان خاطر كمان النادي الاهلي. طيب انا عايز دي طبعا قصه الشناوي وسعد سمير و الجوانب الإيجابية اللي لازم أحكيها لحضراتكم. أنا عندي لسه في فقرة الترند معلومتين مهمين جدا هتكلم فيهم، بس هروح لفصل الأول، بعد الفصل نرجع نكمل. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه في فقره الترند، ومن ضمن الترندات على مدار ال 24 ساعه الاخيره طبعا الاصابات في النادي الاهلي. امبارح بعد مباراه اسوان خرجنا ب3 خسائر بخصوص الاصابات، سواء احمد الشيخ او كمان محمود متولي او جيرالدو. فانا عايز اقول لحضراتكم تطورات بالنسبه لبعض المصابين، وهتكلم كمان في الغيابات الكتيره عن النادي الاهلي. بعض اللاعبين كمان اصاباتهم ممكن تكون طويله شويه. هبتدي محمود متولي لان ده اهم خبر. وبخصوص محمود، الناس امبارح قلقت وكان التشخيص المبدئي ان هو عنده قطع في الرباط الصليبي. الحمد لله الاشعه اثبتت ايه؟ اثبتت ان هو عنده قطع جزئي في الرباط الصليبي. طيب موضوع القطع الجزئي ده المده بتاعته قد ايه او ايه اللي هيحصل؟ هيترتب على الفحص اللي هيعمله الدكتور احمد عبد العزيز رئيس اللجنه الطبيه في النادي الاهلي. الفحص ده هيبين هل القطع ده اكتر من 50% من الرباط ولا اقل من 50%. يعني الجزء اللي اتقطع في الرباط 50% منه ولا اقل من 50%. لو اقل من 50% مده الغياب بتتراوح ما بين 4 ل6 اسابيع. هيعمل فيهم ايه؟ هيتاهل بس تدريبات في الجيم، تدريبات تأهيليه كلام من ده، ينزل بعديها للتدريبات الجماعيه بشكل طبيعي باذن الله تعالى مع النادي الاهلي، وان شاء الله يكون ده الحل الاقرب او ده يكون النتيجه الاقرب. يعني في الحقيقه لو اكتر من 50% هيكون لسه بقى فيه قولان في الجزئيه دي، هل يبقى فيه تدخل جراحي، هل يكتفي برضه بالتاهيل ولا لا، ده اللي هيحدده الدكتور احمد عبد العزيز رئيس اللجنه الطبيه بالنادي الاهلي. لكن انا قلت لكم كده بالتفاصيل جزئيه محمود متولي. فيما يتعلق باحمد الشيخ وامكانيه لحاقه بمباراه الزمالك، احمد الشيخ عنده ايه بالظبط؟ احمد الشيخ عنده حاجه من الاثنين، يعني الاقرب ليهم ان هي هتبقى شوكه عظميه، لكن برضه ممكن تكون التهاب في باطن القدم. الالتهاب ده يعني مخليه شويه مش مستريح، يعني من الاخر مش عارف يلبس الحذاء، يعني يلعب المباريات او يؤدي التدريبات يعني. فبالتالي ايه اللي حصل النهارده؟ احمد الشيخ حريص قوي ان هو يحاول يلحق المباراه بتاعت نادي الزمالك عشان يكون مع الفريق طبعا ومجانب الفريق في ظل الفتره الحاليه المهمه يعني. فراح النادي النهارده رغم ان الفريق اجازه، في بعض اللاعبين بالمناسبه كمان راحوا بيعملوا بعض التدريبات في الجيم، كان منهم احمد الشيخ عشان بيحاول يعمل بعض الجلسات، عمل جلسه النهارده بيحاول يتعافى من الاصابه سريعا، هيكثف الجلسات على مدار ال4 5 ايام اللي جايين قبل مباراه الزمالك، بكره عنده جلستين برده عشان يحاول ان هو يكون جاهز. النسبه الاكبر انه مش هيبقى جاهز، نسبه تفوق ال80
و90% بالنسبه لاحمد الشيخ، لكن هيكون في محاولات. جيرالدو لسه الامور بالنسبه له مش واضحه شويه، ده فيما يتعلق بالاصابات الاخيره، لكن فيما يتعلق بسعد سمير مثلا كلاعب غايب بقاله فتره، لسه سعد سمير قدامه من شهر ونص لشهرين بالكثير عشان ينزل الملعب، لكن هو ماشي كويس جدا في التدريبات التاهيليه الخاصه بيه عشان يشارك باذن الله في التدريبات الجماعيه مع الفريق. محمد محمود ممكن على اخر شهر 8 اول 9 بالكثير يشارك. ممكن البعض يقول لك طب ما كان في فتره توقف كبيره وكورونا، ما هو برده ده كان يا جماعه مترتب على المصابين مش عارفين يعملوا بعض التدريبات. كان في مثلا سعد ومع محمد محمود المفروض يسافروا المانيا وكريم نيدفيد كمان معاهم عشان يعملوا فحص بتاعهم والامور تمشي كويس ويتمرنوا في صالات الجيم كويس، لكن الدنيا كانت مقفوله زي ما حضراتكم كمان عارفين. ده فيما يتعلق كمان بالاصابات الطويله. معلومه اخيره في فقره الترند، بكره باذن الله تعالى في عزومه وفي جلسه ما بين لاعبي النادي الاهلي في منزل محمد الشناوي، ده اللي تم الاتفاق عليه حتى الان. الجلسه دي هدفها ايه او حاجه؟ خلينا اقول لحضراتكم ان بيبقى هدفها ان الشد من ازر اللاعبين، يعني كباتن النادي الاهلي القدامى يشدوا من ازر اللاعبين الموجودين. هم طبعا الامور ماشيه بشكل مستقر جوه الفريق، الكل جاهز، الكل معنوياته مرتفعه كمان بعد الفوز بالامس، الكل مستعد لمباراه الزمالك. لكن هي جلسه او عزومه في بيت محمد الشناوي هيكون بشأنها الرفع من الروح المعنوية بشكل أكبر، من شأنها كمان التركيز على أهمية المرحلة اللي جاية، التركيز على أهمية إسعاد جمهور النادي الأهلي. جلسة تحفيزية من الآخر، من ضمن الجلسات اللي بتبقى مطلوبة في مراحل زي دي. ده هيكون بكرة إن شاء الله بإذن الله في منزل محمد الشناوي. دي كانت معلومات الترند النهاردة، وكان عندنا حاجات كتيرة قوي حبينا نقولها لحضراتكم، لكن في أبرز القصص الخبرية في ترند الأهلي النهاردة خلينا نروح نشوفها. يلا بينا. يلا كرة على حسابهم الرسمي على انستجرام، نشروا تصريح لسيد عبد الحفيظ يعلن إصابة محمود متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي. الصفحة الرسمية الموقع في الجول على فيسبوك قالوا إن الأهلي بيستغل التسديدات على المرمى وسجل هدفين من 5 تسديدات للمرة الثانية على التوالي بعد مباراة الإنتاج. صفحة ماجيكانو على فيسبوك أشادت بمستوى السولية في الفترة الأخيرة مع فايلر يستاهل. صفحة الأهلي اليوم على فيسبوك إحصائيات ووليد سليمان في بطولة الدوري وأفريقيا. من حساب أهلي بلايرز 72 على إنستغرام أشادوا بتغييرات فايلر في المباراة وبأداء ديانج ومحمد هاني. كمان حساب الأهلي اليوم على تويتر كتبوا إن بادجي من أهم مكاسب المباراة امبارح بعد تسجيله الهدف الثالث، ودي حقيقة. الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر نشروا تقرير تفوق الأهلي على الزمالك 7-1 في آخر 10 مواجهات بقمة الدوري الممتاز. حسم التعادل أو عفوا خليني نقول الحساب الرسمي لموقع سوبر كور على تويتر قال إن فايلر يعقد اجتماعات خاصة مع الجهاز المعاون لوضع خطط مواجهة الزمالك. واخيرا الصفحه الرسميه الموقع يلا كوره على فيسبوك نشروا قائمه الاهلي الافريقيه بعد الاصابات ورحيل بعض اللاعبين. طيب رتمنا سريع شويه عشان بنحاول نقول لحضراتكم اكبر كم ممكن من المعلومات. انا عايز ابتدي بالصفحه الرسميه لموقع في الجول على فيسبوك اللي قالوا ان الاهلي بيستغل التسديدات، يعني كجانب احصائي ورقمي للمباريات الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا مباراه الامس. الاهلي سدد 5 تسديدات على المرمى، قدر ان هو يحرز او كان منهم هدفين يعني من خلال هذه التسديدات على المرمى. ماجيكانو في صفحتهم على فيسبوك اشادوا مستوى السوليه في الفتره الاخيره مع فايلر، وفي الحقيقه السوليه ماشي بشكل ومستوى ثابت بصراحه يستحق كل الاشاده، لعيب مخلص جدا، لعيب مستواه ما بيقلش ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه، يعني ان شاء الله نتمنى له الاستمراريه خلال المرحله اللي جايه، وان شاء الله باذن الله يقدر ان هو يتالق بشكل كبير كمان في ما هو قادم من مباريات. علام يا سليه ما شاء الله، بالتوفيق دايما ولكل طبعا لاعبي النادي الاهلي. نكمل اخبارنا.
نشرت صفحه الاهلي اليوم على فيسبوك احصائيات لوليد سليمان احد نجوم النادي الاهلي واللي يستحق كمان الاشاده الكبيره جدا لمواقف وليد سليمان مع النادي ومواقف كمان حسين الشحات في رغبته في الانضمام للاهلي، ياسر ابراهيم رغم العروض اللي جات له كتير جدا لكن قرر انه ينضم للاهلي. كل الكلام ده بيبقى ليه يا جماعه؟ عشان قيمه النادي الاهلي وعشان اسم النادي الاهلي. طبعا ما بنقللش من الاسماء الثانيه، يعني مثلا نادي الزمالك ده نادي كبير جدا ما حدش يقدر يختلف على الكلام من ده، لكن دايما الحاجات دي بتحسب لبعض اللاعبين، لازم نديهم حقهم. لكن وليد سليمان لعب مع النادي الاهلي ايه في التقرير ده؟ قال ان هم لعبوا ان هو لعب 225 مباراه في بطوله الدوري، سجل 53 هدف وصنع 38 هدف في الدوري المصري، يعني شارك في 91 هدف. يعني وليد سليمان كمان يمتلك ايضا 16 هدف في البطولات الافريقيه زائد 13 اسيست. نروح لاهلي بلايرز 72 على انستغرام، اشادوا بتغييرات فايلر في مباراه الامس وباداء ديانج ومحمد هاني، وفي الحقيقه لما نزلوا الشوط الثاني ادوا بشكل جيد، وتحديدا محمد هاني اللي في 20 دقيقه تقريبا قدر ان هو يصنع هدف. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. لكن من ضمن مكاسب النادي الاهلي امبارح طبعا في الحقيقه وهو اليو باجي مهاجم الفريق، وبالمناسبه يا جماعه مهاجم وجهه نظري يعني ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، لكن انا شايف او حاسس ان اللاعب ده هيجي منه وهيقدر يؤدي بشكل جيد وهيقدر يكون اضافه للنادي الاهلي، ولو ما كانش كده ما كانش النادي الاهلي ومستر فايلر صمم في التعاقد معاه. امبارح كانت تعتبر انطلاقه جديده لبادجي مع النادي رغم عدد المباريات القليل ورغم الفتره القليله اللي هو متواجد فيها النادي الاهلي، ما تحسبش من ساعه ما هو انضم، لا احسب الفتره اللي كان فيها توقف. لكن بادجي في الحقيقه احرز هدف جيد، وانا عجبني فيه ان هو هدي وعجون قبل ما يسدد الكره ويركنها في الزاويه البعيده علشان يقدر ان هو يحرز الهدف الثالث للنادي الاهلي. فطبعا هو من ضمن المكاسب وان شاء الله باذن الله يستمر في تالقه مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طيب دي كانت بعض الاخبار واهم الامور اللي كانت في ترند الاهلي النهارده. هروح لفاصل سريع ونرجع نكمل بعديه، استنونا. طيب قبل ما اروح للترند المحلي في الحقيقه بمناسبه مباراه الاهلي واسوان امبارح، فلازم نشيد كل الاشاده بالاحترافيه. الاحترافيه اللي تمثلت في النادي الاهلي امبارح وفي احمد فتحي لاعب الفريق حتى الان. احمد فتحي ادى اداء رجولي بصراحه قوي قوي، عمل مباراه حلوه رغم انه بقاله فتره ما بيلعبش زي بقيه اللاعبين. وكمان ايه، هو في بعض اللاعبين لعبوا قبليه ماتشين لكن ادى اداء جيد. في نفس الوقت احترافيه النادي الاهلي ان هو بيستغل لاعب عنده لحد اخر وقت ممكن ان هو يقدر يستفاد منه، وهو ده الاحتراف اللي احنا بنشوفه يا جماعه في اوروبا في الحقيقه. فاي جوانب احترافيه هتلاقوها طبعا من ضمن الانديه اللي بتقدر تجيد في التعامل باحترافيه هو النادي الاهلي، وده بشهاده الجميع. الترند المحلي ايه؟ نشوف موقع الوطن سبورت على تويتر، قالوا ان اليوم ثلاث تحديات جديده بالدوري المصري. صفحه اتحاد الكره على فيسبوك قالوا ان سيد معوض يحضر مباراه الاهلي واسوان. كمان كتبت صفحه اتحاد الكره طارق مصطفى يحضر مباراه انبي وسموحه. حساب موقع مبتدا على تويتر كتب الاسماعيلي يعلن سلبيه مسحه كورونا قبل مواجهه دجله. طيب نبتدي بحساب الوطن سبورت على تويتر واللي بيتكلموا على ثلاث مباريات النهارده في بطوله الدوري الممتاز، ومباريات كلها في الحقيقه قويه. اول مباراه تتلعب في هذه اللحظات ما بين طنطا والحرس، حرس الحدود، والتقدم حتى الان لحرس الحدود بهدف للا شيء، والمباراه ابتدت في تمام الساعه 4 عصرا. المباراه الثانيه النهارده هتكون ما بين المقصه والجونه، دي هتكون الساعه 6:30، والمباراه الاخيره هتكون الساعه 9 بالليل ما بين الزمالك واف سي مصر في بطوله الدوري. دي مباراه اليوم الدوري الممتاز. تعالوا نروح لاتحاد الكوره واللي اتكلم على ان الكابتن سيد معوض نجم النادي الاهلي السابق والمدرب الحالي في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول حضر امبارح مباراه الاهلي واسوان في اطار طبعا حضور اعضاء الجهاز الفني المختلف في المباريات عشان يقدروا ان هم يقفوا على مستويات اللاعبين في حاله طبعا استدعائهم لمعسكرات مختلفه بالنسبه للمنتخب الوطني. خلاص مفيش معسكرات بعد تاجيل كمان تصفيات كاس العالم، يعني الدنيا فيها براح شويه بالنسبه للكابتن حسام البدري، لكن ده دورهم وده واجبهم وده شغلهم ان هم يتابعوا اداء اللاعبين. وده حصل كمان من الكابتن طارق مصطفى لما حضر مباراه انبي وسموحه امبارح.
واكيد كتبوا تقاريرهم ووقفوا على مستويات اللاعبين اللي ممكن يحتاجوهم خلال الفتره اللي جايه. الاسماعيلي كمان بيعلن سلبيه مسحه كورونا قبل مواجهه دجله، واحنا عارفين يعني الجزئيه دي تحديدا في اطار المساحات اللي بتتعمل بشكل دوري بالنسبه لفرق الانديه او انديه الدوري الممتاز خلال الفتره الحاليه تجنبا وكاجراء احترازي بسبب فيروس كورونا. لكن الاسماعيلي خلاص الحمد لله النهارده اعلن على سلبيه مسحه كورونا بالنسبه للاعبيه وجهازه الاداري والفني قبل مباراه وادي دجله. طيب دي كانت بعض الاخبار في الترند المحلي على السوشيال ميديا النهارده، لسه في الترند العالمي نشوف ايه الجديد فيه. يلا فاصل الاول. طيب نروح لفاصل الاول وبعد الفاصل نرجع نشوف الترند العالمي. استنوا طيب الترند العالمي فيه حاجات كتير وتفاصيل هنتكلم فيها مع حضراتكم، وخصوصا فيما يتعلق ببطوله دوري ابطال اوروبا. النهارده مباراه قويه جدا ما بين لايبزيج وباريس سان جيرمان في دور نصف النهائي من البطوله، وهي مباراه وحيده زي ما حضراتكم عارفين طبعا ما فيش ذهاب واياب، فبالتالي طبقا للاجراءات الاحترازيه والامور اللي حضراتكم خلاص حفظتوها بسبب فيروس كورونا، فبالتالي هتبقى مباراه قويه قوي قوي. فرص باريس سان جيرمان تبدو ان هي اكبر، لكن لايبزيج في الحقيقه ماشيين في البطوله بشكل جيد جدا وقدروا ان هم يحققوا مفاجات ادت ان هم يكونوا متواجدين في دور نصف النهائي يعني. فتفاصيل كتير جدا هتابعها مع حضراتكم في فقره الترند العالمي نشوف ابرزها ايه. يلا بينا نبدا بمواجهه اليوم في نصف نهائي دوري الابطال بين باريس سان جيرمان ولايبزيج في 9 مساء، ده من الحساب الرسمي ليلا كوره على انستغرام. الصفحه الرسميه لموقع في الجول على فيسبوك كتبت ان لايبزيج لم يخسر في اخر 7 مباريات في دوري ابطال اوروبا. ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على تويتر احصائيات الفريق في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم. الحساب الرسمي لجريدة ميرور البريطانية على تويتر فنشرت وقالت انه تم اكتشاف حالة ايجابية بفيروس كورونا في نادي ليفربول خلال المعسكر التدريبي للفريق في النمسا. اما الحساب الرسمي لموقع كورة على تويتر فقال ان ليفربول لم يعلن هوية المصاب حتى الان. الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على تويتر نشر خبر عن تأجيل المباراة الافتتاحية في الدوري بين مارسيليا وسانت إتيان بسبب اكتشاف حالات بفيروس كورونا في مارسيليا. الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتب إن كومان سيكون المدير الفني الجديد لبرشلونة وفينجر سيكون مدربا لهولندا. الحساب الرسمي لريال سوسيداد على تويتر نشروا فيديو تقديم لاعبهم الجديد ديفيد سيلفا. الحساب الرسمي لنادي توتنهام على تويتر أعلنوا تعاقدهم مع جو هارت حتى 2022. الحساب الرسمي لفي الجول على تويتر نشر خبر حول طلب كريستيانو رونالدو، طلب من راؤول خيمينيز رفض مانشستر يونايتد وانضمام ليوفنتوس، وويلبر هانتون يريد 60 مليون استرليني للسماح لنجمه المكسيكي بالرحيل. طيب اتكلمنا قبل ما نسرد الاخبار او نسرد ترند العالمي النهارده عن مواجهه باريس سان جيرمان ولايبزيج. المواجهه هتكون غايه في القوه والمتعه في الحقيقه بالنسبه لجمهور الكره العالميه، لان المباراه هتبقى فيها نديه قويه، ويكفي ان هي مباراه مؤهله لنهائي دوري ابطال اوروبا، فبالتالي ده حدث مهم لاي فريق متواجد. يعني بالنسبه لباريس سان جيرمان من 95 من سنه 95 ما وصلوش اصلا لدور نصف النهائي، فبالنسبه لهم ده حدث كمان في ظل تواجد نيمار وكيليان امبابي، فبالتالي انت المفروض الادفانتج يبقى عندك ان انت تقدر تفوز بالبطوله السنه دي بعد خروج فرق كبيره من البطوله ابرزهم طبعا ريال مدريد وبرشلونه. يعني المنافسه هتبقى صعبه شويه مع بايرن في حاله تاهلهم هما الاثنين على اللقب، لكن في كل الاحوال هي فرصه سانحه بالنسبه لباريس سان جيرمان من خلال مواجهه اليوم ان هو كمان يوصل للنهائي وينتظر الفائز من مباراه الغد ما بين بايرن ميونخ وليون الفرنسي، وهي مواجهات المانيه فرنسيه غايه في القوه في الحقيقه. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين كده في هذه اللحظات قدامنا على الشاشه التدريبات الاخيره لفريق باريس سان جيرمان في اطار تحضيره لمباراه اليوم. دي كانت تدريبات الامس اكيد،
والمباراة النهاردة هتكون في تمام الساعة 9 مساء. وإن شاء الله نتمنى كجمهور يعني ممكن ما يكونش مايل لفريق عن الآخر إن هو يتمتع بمباراة اليوم، تحديدا في ظل تواجد الراجل اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة ده، نيمار لاعب مهاري عالي جدا جدا جدا، وكمان كيليان امبابي كمان من اللاعبين التقال قوي، مش محتاج ان احنا نقول بس ان هو لعيب تقيل، لا ده لعيب كمان هيكون في اقرب فرصه ممكنه افضل لاعب في العالم وهيستحوذ على الجائزه دي لسنوات كتير. خلينا نروح لخبر اخر على فيسبوك بالتحديد في الجول، قالوا ان لايبزيج لم يخسر في اخر 7 مباريات في دوري ابطال اوروبا، لعبوا خمس او قدروا ان هم في 7 مباريات يفوزوا 5 مرات وتعادلوا 2 بس، فممكن تكون دي يعني احصائيه ايجابيه بالنسبه لهم تديهم دافع معنوي قبل مباراه اليوم، لكن الحاجات دي ما بتبقاش يعني ايه مؤمن بيها يعني، او اللي هي بتبقى مقياس اطلاقا يعني. هنشوف المباراه وننتظر نتيجتها. الحساب الرسمي كمان لنادي بايرن على تويتر عمل او نشر بعض الاحصائيات للفريق، بصراحه احصائيات بايرن السنه دي سواء في الدوري الالماني او في الشامبيونز ليج حاجه مبهره، عدد اهداف وافر ليهم في بطوله الدوري ابطال اوروبا قدروا ان هم يحرزوه، وعدد اهداف قليل جدا جدا قدروا ان هم يستقبلوه، او للاسف يعني بالنسبه لهم استقبلوا هذه الاهداف تقريبا اعتقد 8 اهداف بالكثير او اقل كمان بالنسبه لبايرن ميونخ في بطوله الشامبيونز ليج هذا الموسم، فهم عاملين مستويات رائعه يعني، يكفي فوزهم على برشلونه 8-2 كتير قوي بصراحه. من ضمن كمان الاخبار اللي معانا وهو خبر في الحقيقه مهم، لانه في نجمنا المصري محمد صلاح لاعب طبعا فريق ليفربول الانجليزي، والحساب الرسمي لجريده ميرور البريطانيه على تويتر نشرت وقالت ان تم اكتشاف حاله ايجابيه لفيروس كورونا في لاعب من ضمن لاعبي ليفربول خلال المعسكر التدريبي للفريق في النمسا. حضراتكم شايفين اللقطات دي، ودي في اطار استعدادات الفريق لمباراه الدرع الخيريه اللي هتكون يوم 28 من الشهر الجاري امام فريق ارسنال، المباراه اللي بتبقى قبل كل موسم يعني زي مباريات السوبر كده عندنا، فبالتالي نتمنى طبعا كل التوفيق لنجمنا العالمي محمد صلاح ولليفربول بما اننا عندنا نجم مصري فيه يعني. لكن الاهم في الخبر ده ان في حاله كورونا في الفريق، ولما اتكلم كمان الحساب الرسمي لموقع كوره على تويتر قال ان ليفربول لم يعلن هويه المصاب حتى الان، لكن احنا عايزين نطمن على الجزئيه دي تحديدا، ومن خلال متابعتنا فيما قبل حلقه اليوم احنا شفنا صور لحساب او على حساب ليفربول على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لمحمد صلاح بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، فده معناه ان صلاح الحمد لله سليم ومفيش اي مشكله خالص. طيب خلينا نروح لاخر خبر معانا، وهو خبر مهم قوي بصراحه ومفاجاه يعني محدش كان حاسس بيها خالص، ديفيد سيلفا بيوقع لفريق ريال سوسيداد وبينضم بعد 10 سنوات لفريق مانشستر سيتي كان بيأدي فيهم بشكل ممتاز، ومن ضمن الحاجات الايجابيه اللي مانشستر سيتي عاملها مع ديفيد سيلفا ان هو هيعمل له تمثال حوالين ملعب الاتحاد هناك في انجلترا، والراجل بصراحه عمل 10 سنين ولا احسن من كده بصراحه بالنسبه لديفيد سيلفا، عقده انتهى بمنتهى الاحترام والامور كانت ماشيه بشكل طبيعي جدا في ظل الامور الاحترافيه اللي بتتمتع بيها هذه الفرق في اوروبا، وكان الكلام على انه رايح لاتسيو، وكان لاتسيو قرب خلاص ان هو يعلن عن انضمام اللاعب، وكان في كلام ان بيرلو كمان عايزه في يوفنتوس في ايطاليا، لكن اتفاجئنا امبارح ان ريال سوسيداد بيعلن على طول من غير اي تكهنات قبل الاعلان حتى او اي اجتهادات من الاعلاميين والصحفيين ان هو تعاقد بشكل رسمي مع ديفيد سيلفا، لاعب مهم واكيد هيكون اضافه، عنده 34 سنه لكن بيأدي بشكل كويس على مدار 10 سنين فاتوا مع فريق مانشستر سيتي. طيب دي كانت اخر الاخبار العالميه في الترند العالمي النهارده، وقلنا تفاصيلها لحضراتكم، لكن الفقره الاهم بالنسبه لنا هو التواصل مع الجماهير، وسؤال حلقه اليوم كان بيتعلق به هل تتوقع حدوث تغييرات على تشكيله الاهلي في لقاء الزمالك، المباراه القويه جدا المقبله واللي هنبتدي الحديث فيها بدايه من بكره بشكل مستفيض وعلى اخر الساعات الخاصه بالنادي الاهلي، لكن خلينا ارى التعليقات الاول، نبتدي بمحمد اللي قال اكيد طبعا هيكون في تغيير بسبب الغيابات والاصابات اللي حصلت، اتوقع البدايه بالشناوي، علي معلول، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، احمد فتحي، عمرو سليه، ديانج، حمدي فتحي، اجاييه، وجيرالدو وبادجي. نسب جيرالدو اللحاق لسه مش معروفه بهذه المباراه، ايا كان بالتوفيق يا رب لفريقنا وان شاء الله يكسب. ده كان محمد. عزت سيد قال اتمنى يلعب 4-3-3 والتشكيل يكون الشناوي، هاني، ربيعه، ياسر، علي معلول في نص الملعب، حمدي فتحي وديانج، وبيتمنى ان صالح جمعه يكون موجود مكان قفشه، الاثنين اي واحد فيهم هيلعب هيكون اضافه طبعا، وقدام هيكون معلول اجاييه، وقدام محمد هاني، وليد سليمان، وبادجي. ماشي ده تشكيل يعني اللي قاله عزت. محمد سامح حمزه قال في حراسه المرمى هيكون محمد الشناوي رباعي خط الظهر،
علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، اثنين هاف ديفندر، السوليه وديانج، واربع اوراق هجوميه ممثله في جيرالدو، اجاييه، افشه، وفي الامام اليو بادجي. طبعا كلها اجتهادات وتوقعات بالنسبه للجمهور، واحنا عارفين كويس قوي ان طبعا لما بيبقى في مباراه قمه ما بين اهلي وزمالك، وانا طبعا مصر ان هي مباراه قمه، لان طبيعي انت تتكلم على اكبر فرقتين في مصر، ممكن يكون فرق النقاط كبير قوي 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 ما بين الفرقتين، لكن يبقى نادي الزمالك من الفرق الكبيره المحترمه، وتبقى هذه المباريات بطابع خاص. نتمنى فيها طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي، لكن الاجتهادات هتفضل على مدار الايام الجايه بخصوص التشكيل وبخصوص الغيابات، مين هيلحق مين ما يلحقش. هنتابع كل الكلام ده مع حضراتكم من خلال حلقه بكره ان شاء الله لو موجودين مع حضراتكم، ومن خلال تغطيه خاصه كمان هتكون على شاشه قناه الاهلي يوم السبت، استنوها بكل تاكيد. دي كانت حلقتنا من الترند النهارده، بكره حلقه جديده واخبار مختلفه ومعلومات جديده لحضراتكم من خلال حلقه من نفس البرنامج، استنونا. سلام.